برنامج اليوم راح يتحدث عن واحدة من أجمل العلاقات الإنسانية وهي الأبوة. رحبوا معنا بالأب الجميل جدو حسن وبنته فاطمة الزهراء. أولادي يعيشوا مش جيعانين، يعني يشبعوا بأمور الإنسان. أي إنسان يجي يحكي للطفلة حاجة عاشتها مع بابا وطنك بابا، أنا قلت مقبل هو وليدي ثم الله غالب استغلت التسمية هذه، استغلتها خلاص. لا يما باقي نظرك تهضر مع يما، قادر روحك. الام ديالهم في الدار تحلها البوست ميديا، يقول اسمه في الحصه دوك يسمع في بابا يهضر، تخلص الحصه تقول خرجي لي بابا دوك من الداخل. دبري راسك، اروح انت وجيبي. العشرة في موسم الثاني مع كنزة موسوس، سهرة الجمعة 9 و 4 الليل على شروق تيفي.